السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في مباشره من امام محكمه سينا في سطات. واحد الصرخه ديال ساكنه دوار كرامشه الحلاف عين الضربان دائره بن حمد اللي جاوا في واحد الوقفه ضد الظلم ضد الاعتداءات اللي كيتعرضوا لها لانهم خداو لهم التبن ديالهم وداو لهم الارض ديالهم. ورغم يعني العديد من الشكايات باقي ما شافوا حتى شي حاجه. غادي يتكلموا لنا على شنو واقع. تفضل السيد. خوتي المشاهدين حنايا واحد السيده جات دعاتنا ديك الدعوه اللي دعاتنا حنا ما عندناش الارض. ارضها هي ارض امها قالت كنورث من امي عند خوالها. اي واحد هنايا اي واحد الارض ديالو ما كتكونش عند تودالي وشعيب كتكون عند خواله. انا ارض امي دركو عند خوالي. لا بغيت انا ارض امي نمشي ندعي خوالي انا شخصيا. وهاد السيده ناضت دعاتنا واستغلت الفرصه وحكمت للمحكمه الابتدائيه وحكم الاستئناف ودخلتني انا شهر ديال الحبس دوزتو. وملي خرجت حات الارض ورجعت دعاتني وشهدوا لي ثلاثه شهود وتحفظت وداروا فيه المشتكيه ادلاء المشتكيه بما يفيدها التنفيذ. عاودت مشات هزت ايراتها ديال عمي والاب ديالي. كان العم ديالي ما كيولدش ما عندوش الدراري ودار الوالد ايراته ديالو وناضت هزتها ودلات بها في المحكمه وحكمت لثاني المحكمه ودخلت الوالده شهرين الحبس. التبن داو داو التبن هذاك داو جقعوا بهاي جقعوا بهيم وشبعوا بهيم. التبن تهز عمن تم داز لتم. راه تصاور راه كلشي كاين عندنا الدليل كلشي. دات التبن دات 800 باله ديال التبن و200 خيشه تقريبا ديال التبن مطحون. انا كاري البلاد بالفلوس وحارت بالفلوس ومكيل الزريعه بالفلوس وحاصد بالفلوس ومنقل بالفلوس وطاحن بالفلوس وخلات بهيمي انا يموتوا بالجوع. والله لا انا شريت التبن ودات هي التبن. وما اللي درنا شكايه خرجوا درنا جنا عون قضائي وشهدوا له الشهود بلا دات التبن وشات شكايتها للدار البيضاء وداروا فيها المتابعه. ملي جات لهنا لبن حمد تحافظت اشنو هو على السبب تتحفظت عند الحيازه. داروا لها الحيازه على البلاد وداروا لها الحيازه على التبن. وهي ماشي البلاد ديالها. وهي ماشي البلاد ديالها. حنا الوالد وارثه اب عن جد. 80 سنه. 80 سنه هو كيتصور. عام اللي عقلت انا عادي درك 44 ولا 43 ولا ما عاد 45 زياد 78. من اللي عقلت انا حرثت هذيك الساعه باقي عندي 5 سنين ولا 6 سنين كنعقل عليهم كيحرثوا. وجات هي استغلت الفرصه. و12 شاهد ديالنا حنا اخرى درناها عدليه ما دازتش في المحكمه كاع مره. واش كنطالبوا دابا السيد؟ كنطالبوا بالحق ديالنا. كنطالبوا من سيدنا يفتح لنا تحقيق في هذا الملف. كنطالبوا بسيدنا يفتح لنا تحقيق في هذا الملف. كنفتحوا نطالبوا بسيدنا يفتح لنا تحقيق في هذا الملف ومن بعد سيدنا الناس المسؤولين الناس المسؤولين حتى هما يفتحوا لنا تحقيق في هذا الملف. اسي عبد الحق. السلام عليكم الاخوان المتتبعين. كما سمعتوا هاد المراق هاد السيد جاتو مراق ما كيعرفها ما كتعرفو شعيب التوداري. هذا البلاد ديالو جا دار دعوه دار دعوه المحكمه بينهم كتسال البلاد عاد التوداري بشعيب. والمحكمه جاو شادوا لها 3 شهود ما كان ما اللي متع علاقه. واحد ولد ختها واحد عضو في المجلس قراوي تا هو شاد ليا في المحكمه وكاين ها هو فين شاهد وكيقول عندها عرض جارته وهي ما عندها حتى شي عرض وحكمت للمحكمه الابتدائيه على طريق الشهود بعد ما دخلت في استئناف 12 شاهد حكمت لها المحكمه دخلت ايراثه ايراثه اللي دلات بها في الاستئناف ديال توداني بشعيب ديال الاخ ديالو وحكمت لها بها المحكمه. تقدمنا بشكايات ها وحده شدوا شدوا أنا نجيب واحد شكايات كاملات. شكاية على الهجوم على مسكن الغير. شكاية على التبلدات. شكاية بالضرب والجرح. حتى شي حاجة ما كاينة. الشكاية اللي دخلت على المحكمة كتبقى بن أحمد بن أحمد محكمة بن أحمد الاستئناف الابتدائية كتبقى فيها الشكاية ما كتدخل مرة. إذا كدير شكاية غير يومين كيجيو جدرمية كيهزوا عباد الله كيديوها كتكرفصوا عليهم. وهذه نتيجة ديال الصوت.
هاد النتيجه اللي كيشوفوا بها الناس راه ديال الصوت. هاد راه ولات داكشي اللي كيديروا بها الناس ولا بالمباشر. انا ما كنصوتوش عليه. حنا الان عندنا معاه 18 شكايه. 18 شكايه اللي عندنا معاه. كل اداره في الرباط في المكان عندنا معاه شكايه. كينتقم هاد السيد. كيقول لهم انا ما صوتش معايا نصيفط الحبس. هاد السيد راسب على ناس اخرين. واش كاين السيبه اخويا؟ لا السيبه بهاد البلاد. لا السيبه مولا الناس كيدلوا بها عيلات اخرى بالدمايات ديال المروكيه يحكمونا بها. داروا لها بها حجازه. على البلاد ولا يهزوا بها الثمن ودخلوا بها مرا الحبس بشهرين باطل. وانا بنفسي وانا كنوب على السجن ودرت فيه اعاده نظر جبت المحضر المزور ودرت فيه اعاده نظر. ها هو عاد السيد وكيل الملك المحكمه ديال البلاد ديال بن احمد ولا يبت فيها اي حاجه ما خرجت لا بحث لا والو. وعلاش نستبعد؟ والمرا جات المتابعه من عند الوكيل الملك ديال المحكمه ديال الدار البيضاء عاد تبلي دات وتم فيها الحبس. تعبدت علاش تعبد مالا؟ وجانا انا عيطت لها الاستاذ محامي وقال لها المراه جات المتابعه سيمانه تقلب الملف. هاد الناس كيتحفظوا عن انا نيت تحفظ لي ملف في شهر خمسه في شهر سبعه تسعود تحل. دزت فيها البارح داعيني على الحصاد بينما انا حصدت لها الارض ديالها وهي ما حاتتش ارض الارض حاتت تدري بشعيب بالشهود بكل شيء. ونادوا قلبوا لي وداروا لي فيه 200 عقار. باش يدخلوني بشهرين الحبس. ودزت فيه خمسة جلسات وتأخير جلسة البارح درت جلسة معاه. مع المرض علاش؟ حيت أنا كنوب على السيد وكندخل المحكمة وكنصوب ليه الأغراض ديالو في المحكمة. واش كطالبوا أنتم؟ كنطالبوا بالسيد أنه يفتح تحقيق في هذا الملف. لأن راه ظلم. هذا الملف راه عليه ضغط وضغط كبير. ما يقدر حتى شي واحد. إلا سيدنا. هو اللي غادي يقد على هذا الملف. هو اللي كنطالبوا منه. يعطي امر تلجنا حنا كنطالبوا بالمحكم حنا درنا شكايه للسيد الوكيل العام من محكمه الاستئناف واعطى امر بينما تعطى الاتجاه الصحيح في الشكايه ولا بياتي لم يتبع ولا اي حاجه من محكمه الاستئناف ديال بن احمد. حنا درنا شكايه للسيد وزير العدل ها هي وجانا الجواب من عندو بينما عوضت في الشكايه واعطى السلطه المختصه وحالق على السيد الوكيل العام ديال المحكمه النقد وما كاين حتى شي جواب. ودرنا شكايه لوزير العدل ثانيه وصيفط فيها امر الوكيل الملك ديال بن احمد باش يجري بحث في هذا الموضوع ولم يجري بحث في هذا الموضوع. لم يكن حتى شي حاجه. هاد الناس شكايات هما كل شيء كاينين بالارقام ديالهم بكل شيء. حنا دايرين توقيف التنفيذ وخرج المنفذ لفذ وتوقيف التنفيذ باقي العام في المحكمه بالارقام ديالو وكل شيء. واش حاكم انا الابتدائية؟ بينما هي طاهرة بنت الطاهر بن قدور وارثة من مولاها حبشية وعندها 9 ولاد وفي الاستئناف حاكمة ليا بينما هي عندها عجوز ولاد. لا يعقل بهاد الاحكام لا يعقل بهاد الجلسات. انا جالس معايا في جلسة عدل رئيس المحكمة. حنا عندنا حكم عندنا حكم هاكوا كاين ديال رئيس المحكمة كيقول هذه مرس قطعة مضمونة مضمونة ب 12 شهر وعندها خبرة ما يكون على ما يكون على بالكم. العرس عندها خبرة خرج لها خبير وعين دار فيها معاينة والمعاينة تحيدت من دعوة لاستحقاق وتحيدت الخبرة والحكمة تصالح العيني بالعيراتة ديال التودالي صالح بن محمد بن الشابعي وشكرا. حقا شوفوا الزوجه ديال السي بشعيب التودالي عاودي لنا لالا شنو واقع عندكم انت مرات السي بشعيب عيدي السلام عليكم. واقع دات لينا الارض ديالنا دون شرع دات لينا بلا 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 هادي بلا ديك داتنا الحبس دات لينا شهرين دات ولدي شهر. هاك جا ولاد وتقلعت على الناس ها هات مو عباد الله وقلعوا لينا من دار بينا وقلعوا لينا الارض ديالنا ولدك طوم وانا ما عديش الاولاد عندي هاد الولد هاك اللي كتشوفوا فيه ولد مربيه عنده خمسه تاع الناس كيجري على ولاده والتقهر وعيا ما تلصاب باش يوكل لولاده. حنا 15 خلق في المحل وقهرتنا كل نهار جاي جانا تسقطنا في المحل وتعيرنا في المحل والبارعه جاونا الجندار قال لك نحقوا مع هذا السيد مع هذا السيد مع هذا السيد مش عيب نحقوا معاه
ما مسنتنش لي البارحه عاده ثاني تسنتوا لي. فهذيك القاضي قال لي دعاتنا حارثه الارض ودعاتني انا وبنتي. تبن لي مشى ليكم وما درتش التبن دات لينا التبن ودات لينا البال وانا في الحبس. كنت انا اللي حارسه على التبن والبال. ملي دخلوني انا الحبس شهرين جاتي قدات التبن ودات البال. كامي قوم الكامي قوم يسترجد راه مسقر ورموك تشرجد. واش كطالبوا دابا؟ كنطالبوا بسيدنا ونطالبوا من الناس المسؤولين يعاودوا لينا هاد الملف. السعودية التودالي. السلام عليكم، انا السعودية التودالي. والحقره بزاف كاينه الحقره. هذاك الشيء اللي كان نديرو حنا في المحكمه كيطرفوه، كل شيء الاوراق ديالنا كيطرفوه، مسي ما كاين حتى حاجه والو. هذه الطاهره شروق بن طاهر وقوم شعيب التودالي وبن محمد الوالد ديالك شي 80 سنه 80 سنه وهو كيتصرف. هذا الوالد ديالي وكنطلبوا من الناس المسؤولين وسيدنا واللي كيشوفونا شوفوا من حالنا. حنا راه تقهرنا، راه ولات الزنق باغا يا مسعده جاتنا، الزنق باغا تدي من فوق منا. يا مسعده جات هي جا وبنتها، بنتها دايره جنوي، بنتها دايره جنوي، دايره جنوي بنتها. ايوا جاو شي ناس جاو ولادها وسقطوني انا كتفي باقي دارني اليوم من هذا. وانا راه مضاربني مسقره في التصوير، ضربني الكتفي ولدها، ضربني الكتفي ودعيناهم. ودوك التصاور ديالنا وداك الشيء كيطرفوهم، كطرفهم المحكمه، ما بينوا لنا حتى حاجه، ما بانت لينا والو. كنطلبوا من سيدنا الله ينصره والله ينصر السلطه بحقه في هذا الشيء. هذه البنت انت يا جار تما بنت سي شعيب. عاودي لنا اختي شنو الله. وهاد الناس حقرونا بزاف بزاف، حقرونا 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 بزاف. كاينه الحقره، كاينه الحقره في الدوار. داو لينا التبن، داو لينا البال، داو لينا الارض ديالنا.